أنا دكتور أحمد حرب، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فلسطين. هذا المؤتمر جاء من الشبكة العربية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس القومي المصري. المجلس القومي المصري بصفته هو الرئيس الشبكة في الوقت الحاضر، وجاء للبحث في آليات وسبل دعم حقوق الشعب الفلسطيني بعد العدوان على قطاع غزة، العدوان التدميري الأخير على قطاع غزة، العدوان الذي استمر حوالي 51 يوم والذي تسبب في خسائر فادحة، خسائر بشرية فادحة. من الخسائر كانت كما تذكرون يعني هي ضد الأطفال والنساء والمدنيين العزل، وتصل يعني أرقام كبيرة جدا حقيقة. وهناك كان تدمير كبير، ففي هناك بمعنى آخر في هناك جرائم حرب وقعت، ويجب ملاحقة هذه الجرائم. فالنقطة الأساسية في هذا المؤتمر هو بالفعل يعني إيجاد الآلية الفاعلة الداعمة لملاحقة جرائم الحرب الإسرائيلية، ملاحقة قضائية. وهذا له متطلبات كثيرة، بس أيضا لازم أن نكون مستعدين لهذه المتطلبات. له متطلبات كثيرة، له متطلبات لها علاقة بالوضع السياسي، له متطلبات لها علاقة بوضع دولة فلسطين، استقلال دولة فلسطين، وهل هي موقعة على اتفاقية روما أو مش موقعة على نظام روما. هذا كله هذا فتكون يعني في الجلسات القادمة راح يكون هو موضوع بحث تصور مفصل ومطول في هذا الاتجاه. الشيء المهم الثاني اللي هو يعني أي ملاحقة قضائية تحتاج لكثير من الوقت مهما كانت، حتى إذا ربحت القضية أو إذا خسرتها تحتاج إلى الكثير من الوقت. على الجانب الآخر في وضع في الميدان لا يستحمل الانتظار، الوضع الأوضاع المعيشية الإنسانية في قطاع غزة لا تستحمل الانتظار. وكان أيضا هذا هو منظر، يجب أن ننظر أو يعني نفكر ما هي الآليات لي ممكن أن احنا كنا ندور في الإغاثة، كنا ندور في الضغط بشكل أو بآخر على الحكومات لفتح المعابر على سبيل المثال، لتقديم العون الدعم المالي، للتخلص من بيروقراطيات أحيانا هي تعيق العمل. يعني يموت الجريح أو يموت المريض ونحن نغوص عمليات بيروقراطية. فإحنا في هذه الأشياء نبحث ونأمل إنه بالفعل أن نتوصل إلى يعني إلى أفكار ومقترحات اللي هي تساعد في دعم حقوق الشعب الفلسطيني. وكمان نقطة كانت مهمة جدا وتم التركيز عليها، إنه في ضوء ما يحدث في العالم العربي خاصة في الثلاث سنوات الأخيرة وما يحدث الآن، وحتى كما تبين أثناء العدوان إنه كأنه فلسطين نسوها العرب، يعني كأنها نسيت لم تصبح أهمية. فكان التركيز إنه بالفعل إنه من خلال الخطاب الإعلامي، من خلال الخطاب الحقوقي، إنه حتى الخطاب السياسي، أن تكون فلسطين هي بالفعل هي البوصلة بالنسبة للعرب. هي ليست قضية فلسطين أو الفلسطينيين لوحدهم، هي قضية العرب الأولى، وإحنا تربينا تاريخيا على هذا الكلام، يعني إنه فلسطين هي قضية عربية وقضية إسلامية وقضية بالطبع قضية إنسانية ولها كل الأبعاد القانونية اللي أنت بتعرفوها.